الله أوقاتكم زبائننا وشركائنا بالنجاح. اليوم رح نكمل بالحملة اللي أطلقناها من فترة بالسحب على أحد منتجات قهوة عيلية التركي. السحب رح يكون على تيكت مدفوع الإقامة في مونديال قطر 2022. بدنا نتعرف على الفائز الرابع، تعالوا معنا. معنا لجنة المشرفة على السحب، السيد هلال أبو عيشة المدير التنفيذي، السيد عماد قمحية المدير المالي، السيدة نسرين دار عمر المستشارة القانونية، والسيد حسام عطاري المستشار القانوني. يلا نبلش بالسحب ونشوف مين سعيد أو سعيدة الحظ. الفائز معنا بسحب اليوم السيد علاء رزق سالم أبو زناد، ألف مبروك. بدي أذكركم بشروط الحملة عشان تدخلوا على السحب لمونديال قطر 2022. كل اللي عليكم تعملوه هو إنه تشتروا ظرف من قهوة عيلية التركي، انتبهوا يكون مسجل على الظرف قهوة عيلية تحلق بكم إلى مونديال قطر 2022. على الكيس من وراء في كود، الكود لازم نرسله برسالة نصية إلى الرقم المسجل هون مع الاسم الرباعي ورقم الهوية، وهيك أنت رسمي دخلت للسحب. وألف مبروك للفائز علاء أبو زناد، استنونا الأسبوع القادم.